ما تيجي يا دكتوره نعمل كده ترجمه عمليه اللي انت بتقوليه في صوره جدول معين. احنا عندنا يعني غالبيه الناس، طبعا الناس اللي هي وزنها مثالي مش هيبقى عندها المشكله اللي عند الطرفين التانيين، في اللي عايز يزيد وفي اللي عايز يخس. ما تيجي نعمل خطه للاثنين، فطار غدا عشاء، يعني فطار اللي عايز يزيد ايه وفطار اللي عايز يخس ايه وغدا اللي عايز يزيد ايه وغدا كده يعني. طيب مبدئيا نقدر نقول ان يعني احسن حاجه لتقسيم اليوم يبقوا من 4 لـ5 وجبات في اليوم، ما بين سناك اللي هي وجبه صغننه ده للاثنين حلو، وما بين وجبه رئيسيه. اوكي، فلازم نسمي مسميات لان الناس اغلبها تايهه في الشغل وفي الزحمه، اكلت النهارده وجبه، اكلت وجبتين، مش حاسب عصير البرتقال وجبه للي عايز يخس ولا للي عايز يتخن. فدي مهمه قوي. لازم الثلاث وجبات يتكونوا من نشويات صحيه اللي هي فيها قشره من الاخر، يعني عيش بني، شوفان، فريك في الغداء. العيش ده برضه للاثنين؟ للاثنين. اوكي، احنا الاكل الصحي مالناش دعوه، مش اللي أوكي. عايز يتخن ياكل عيش ابيض لانه مضر، لانه أوكي. مصنع. تمام، فلازم ناخد طبعا على حسب ربع رغيف، نص رغيف، رغيف، اكوردنج عايز اخس ولا اتخن. احلى حاجه ناكل معاه بروتين الصبح. البروتين ده في صور حاجات كتير، بيض، فول، جبنه، لبنه، جبنه قريش، يعني الحاجات اللي في المتناول. ولازم يبقى خياره، جرجيره، بصله، الحاجات دي. حلو، ده فطار لان الناس اغلبها تقول لك ايه الخضار، لا السلطه لا، نحشرها وسط الاكل. أوكي. في النص بقى اكوردنج عايز اخس ولا اتخن، اخد فاكهه. أوكي. الناس كتير ما بتلاقيش وقت الفاكهه او بتابيوز الفاكهه، بتاكلها زياده قوي. تفاحه، موزه، بطيخه، برقوقه، عنب، اي حاجه في النص، او طبق سلطه او زبادي، لان الناس كتيره بتنسى برده منتجات الالبان وهي مهمه جدا. واحدة زبادي كده لايت بقى، مش لايت، شايل وشها، حطت عليها معلقة عسل، حطت عليها مكسرات، اكوردنج عايز اخس ولا اتخن. فاللي عايزين يتخنوا زي ما قلنا هناخد الحاجة بدهونها ونزود عليها زيادة، فعلبة الزبادي قد كده، حط عليها مكسرات، حط عليها معلقتين عسل، حط عليها زبدة فول سوداني مثلا. اوكي، التاني اللي عايز يخس هياخد علبة زبادي بس، يا لايت يا اما عادية يا اما بلدي واشيل وشها عادي خالص. الغدا لازم، ده الطبق الصحي اللي على فكره المنظمات قايلاه مش انا، الطبق كده يتقسم كده، سلطه وخضار ونشويات وبروتين. وعلى فكره اللي عايزين يتخنوا بقول لهم كده كمان، لان ده الاكل الصحي، سلطه وخضار ونشويات وبروتين. حلو، النشويات بره بيسموها في فما بندرس جرينز، ما بيقولوش عليها نشويات، جرينز يعني بقشره، حبوب، يعني الفريك احسن من الرز. تجدر الاشاره ان احنا فاضل عندنا دقيقه واحده عشان بس العشاء. عشان نخش على العشاء، عشان كده قلت الحقك. العشاء ممكن نقول انه يبقى زي الفطار للناس اللي عايزه تتخن، يعني برضو المجموعات دي اللي هو الفول والبيض وجبنه القريش الى اخره. واللي عايز يخس هنشيل النشويات بالليل. هناخد بروتين وسلطه وخضار او فاكهه وزبادي او فاكهه بس او زبادي بس. زي الفل كالعاده، بنسعد بوجودك والله وبنسعد، بس على انا بتقولي كلام مفيد. انا عايز اقول لك متخيله كميه الناس اللي عندها مشاكل في التغذيه، يعني وصل ده انت ادرى مني مليون مره. لا انا كمان هقول كلمه بس تعقيبا، اخر كلمه فضلت. ان في ناس وزنها كويس وتغذيتهم مش سليمه، فاحنا ما بنقول الاكل ده مش للي وزنه كتير او قليل. أوكي. في ناس كتيره وزنها مظبوط جدا وعندها انيميا وعندها مشاكل صحيه جدا وعندها امراض. فالاكل الصحي يا جماعه للبشريه، لكل الناس، كبير وصغير، تخين ورفيع، كل حد. زي الفل، اتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا يعني زي استفادتي انا شخصيا من وجودنا النهارده مع الدكتوره مروه نوح. نورتينا كالعاده، وما تغيبيش عننا كتير بقى. لا انا معاكم على طول، ما احضرينا على طول يا دكتوره. يا سلام، ده شرف ليا. ربنا يخليك، ده احنا اللي بنشرف بوجودك معانا، وبنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا النهارده.